صحيح. النهارده في لعيبه بتشوف ان في ظلم مادي جوه الفروقات. صحيح احنا قلنا في فروقات في فروقات لكن في ظلم مادي بالنسبه لك انت شايف كده في الدوري المصري الممتاز حاليا؟ في لعيبه بتاخد اكتر ما تستحق. وفي لعيبه بتاخد اقل مما تستحق. انا على مسؤوليتي الكلام ده. على مسؤوليتي. بتشوف مين بياخد اكتر اللي مش يستحق. هقول اسامي. هي اللعيبه دي عارفه نفسها. اللعيبه دي يعني زمان شيما مثلا احنا كنا ما بنصدق الدوري يخلص. سوري اللعيبه دلوقتي ما بتصدق الدوري يخلص. عشان ايه؟ ليه؟ عشان انا هروح النهارده شيما هتديني 7 مليون في السنه هروح عندك. لا انا النادي ده هيديني كذا هروح هنا. انما زمان احنا ما كانش فيه استغناء. يعني انا ما طلبوني النادي الزمالك ان انا اروح العب في نادي الزمالك وعشان اخد بعد ما تالقت مع الاهلي اخد استغناء واروح. عثمان بيه مرضيش وحسين بيه مرضيش وصلاح بيه مرضيش وكابتن عبد المنعم الحمد. طب في الوقت ده في الفتره الزمنيه دي كان الحل ايه؟ ممكن تسيبهم وتمشي؟ ما فيش استغناء. ما فيش اصلا استغناء. ما كانش في استغناء. ممنوع. ما فيش. انا ابن النادي. دلوقتي ما فيش ابن النادي. دلوقتي ما فيش ابن النادي. الفلوس هي اللي بتتكلم. الوقت فيه العقد. الوقت يعني اللي بيربط اي لعيب بالنادي. اوعي تصدقي انا برضو انت فتحت كلام جميل. اوعي تصدقي اي لعيب دلوقتي يجري ويروح عامل كده. ده كلام في الهضايس. اي كلام. اسمعي مني انا. ده لمده معينه. وممكن الناحيه الثانيه ابوس اللوجو الثاني. ايوه انا بتكلم معاكي بالامان. انما احنا زمان. طب ده بينطبق على كل اللعيبه 100% ولا في منهم مش كده؟ لا على كل اللعيبه كله. لان دلوقتي احنا في عصر الماديات. الوقت زمان انا كنت مثلا اقول ايه انا ليه ما بقاش زي كابتن مصطفى يونس. يعني زمان كنت انا سمعتها بوداني من الكابتن عادل مأمور. يلا يا جمال عندكم جون بطل وان شاء الله انا لازم اشتغل ابقى زي الراجل ده. كنا بنغير من بعض في الفنيات. الوقت الغيره في الماديات يا شيما. انا بتكلم معاكي بكل امان. صحيح. انا النهارده كنت والله العظيم جت عليا ايام قلت انا لازم اروح منتخب مصر. انا لازم اروح منتخب مصر واشوف الكابتن مصطفى يونس ده بيلعب ازاي واشوف ابراهيم يوسف ده بيلعب ازاي. انا زي زيهم بس انا لازم اطور نفسي. كنا بنغير من بعض فنيا. انا كنت بحس ان انا لازم ابقى زي الناس دي. عشان ابقى زي الناس دي انا بغير منه مش بحسده. انا دي غير ما انا عشان ربنا يكرمني اغير منك بس ما حسدتيش. ما حسدوش. انا بغير منه ان انا ازيه. صحيح. عايز ابقى زيه في البوزيشن. الغيره الصحيه في الفنيه. اللي بيبقى نتيجه.